نظم مكتب الثقافة بمحافظة تعز مهرجانا غنائيا احتفالا بيوم الأغنية اليمنية للعام الثاني على التوالي. وقال مدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف إن المهرجان جاء لإيصاف الأغنية اليمنية بمدارسها المتنوعة، وشهد البرنامج أو المهرجان الفني وصلات غنائية تراثية قدمها فنانون صاعدون إلى جانب تقديم الفرقة الموسيقية في المحافظة أغاني قديمة لعدة فنانين يمنيين. مهرجان الأغنية اليمنية في موسمها الثاني، مكتب الثقافة في تعز يقدم هذه الفعالية بألق جميل وبرسالة مهمة، إذ أننا نغوص في جذور النغم الأصيل وجذور الأغنية اليمنية. اليوم نقدم كل الأغاني الرائعة والأصيلة، ونقدم الأغاني التي استلهمت منها واقتبست منها بطريقة تنصف هذه الأغنية الضاربة جذورها في التاريخ. ألوانها عريقة، ألوان الغناء اليمني متعددة: الحضرمي، اللحقي، التعزية، الصنعاني، العدني، التهامي. هي ألوان رائعة وجميلة وتستحق الإنصاف. اليوم نسلط الضوء بشكل رائع وننصف هذه الأغنية بحضور جماهيري رائع وكريم، وهي رسالة مهمة نريد فقط أن تنصف هذا التراث الغني جدا والرائع. وكل عام الأغنية اليمنية بألف خير بإذن الله. من ناحية، نظم مكتب الثقافة بمحافظة شبوة حفلا فنيا في قاعة مركز الشاعر الغنائي يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق بمناسبة يوم الأغنية اليمنية. وأثناء الحفلة قدمت الفرقة الفنية التابعة لمكتب الثقافة العديد من الوصلات الغنائية، وشملت الأغاني اليمنية الأصيلة التي قدمت في الحفل بمختلف قدمت في الحفل مختلف ألوان الغناء الموجود في محافظة البلاد.